بدأت الأعمال الإسفلت في مشروع الصحي الكربة بمحافظة لحج، وذلك بفرش الطبقة الإسفلتية للطريق الجبلي الذي يجري بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق وتوجيهات وزير الأشغال العامة والطرق. وأكد مدير المشروع آزال نعمان على بدء أعمال الإسفلت ضمن المرحلة الأولى من المشروع المستهدف فيه الطريق البديل الذي يتم إنجازه لتسهيل حركة المواطنين والمسافرين من وإلى محافظة لحج إلى العاصمة عدن. Bye.